السلام اخواتنا واخواننا الاعزاء، مرحبا بكم واصل رحلتنا في الجروب بتاع البزنس. فاحنا هدفنا من اهم الاهداف انه كل واحد ان شاء الله زي ما قلنا يبقى بالبزنس، يوسع البزنس ويشتري بيت ويوسع في ربنا يوسع عليهم في البيوت. في سؤال دائما بيظهر، مثلا انا عندي سكشن 8، كيف اشتري بيت والحياه القانونيه اللي بتحصل في الحكايه دي. مجرد معلومه، انا حاخد المعلومه دي، في ناس اعلى بالمعلومه دي اكثر مني بكثير، فعشان كده انا حاخد بعض ارقام التليفونات عشان يتواصلوا مع الناس الاوفيشال. في نفس الوقت معانا في الجروب ناس بتاع العقار، ناس بتاع البيزنس، ناس عندها خبره في الموضوع ده اكثر، فاي واحد ممكن يدخل في الفكره دي. لكن الهدف انه خلال السنه احنا ممكن ان شاء الله اي واحد عنده سكشن 8 ممكن يكون مالك لبيت في ايوا سيتي. اي واحد عنده سكشن 8 ممكن يكون مالك لبيته خلال سنه. في برامج، والحكايه دي بعد شنو، انا في رايي انه مش حاجه اختياريه، حاجه اجباريه. اجباريه بمعنى انه في الفتره اللي فاتت الجفرنر بتاعت ولايه ايوا قالت للملاك بتاعين السكن والشقق، من حقكم ترفضوا سكشن 8. لما اكون انا واحد عندي شقق مثلا باجر بسكشن 8، لازم كل سنه يعملوا سيرتيفيكيشن وانسبكشن، وانت عملت وانت ما عملت، والقروش ناقصه، وعاده الناس سكشن 8 دخلوا مقله. فانا في مصلحتي كمالك انه تخلص من السكشن 8 ده، عاوز تدفع كاش ولا تدفع ما دار كاش، تخرج لانسبكشن بتخلص من المشاكل دي كلها. فيبقى احنا متوقعين من ناحيه حقيقيه واقعيه انه في الفتره الجايه دي كميه من الناس للاسف اللي بيقولوا سكشن 8 هيبطلوا ياخذوا سكشن 8، بما انه خلاص عندهم اذن من الجفرنر، اعلى ناس في الستيت. فبقى في برامج كثيره جدا موجوده فيما يسمى بالهوم اونر شيب بروجرامز. اول حاجه في مساعده في الداون بيمنت، ممكن يساعدوني في الداون بيمنت لو دخلي انا بسيط. في شراكه بين جرين ستيت كريدت بانك، الكريدت يونيون بتاع جرين ستيت، وبين السيتي اوف ايوا سيتي، بيساعدونا في انه لو عاوزين ناخذ مورجج لمده 30 سنه. احنا ما ندخل من الناحيه الفقهيه، كل واحد ادرى بنفسه المساله دي بياخذها من ناحيه، ولكن السيتي ممكن تساعدنا الى 15000 دولار، من زيرو الى 15000 دولار. ممكن احنا اول شيء الخطوات انه بنمشي اول حاجه للبنك جرين ستيت كريدت يونيون، بنسالهم عن ما يسمى بال 30 يير مورجج، يعني سلفيه لمده 30 سنه او قرض لمده 30 سنه. بيعملوا باك جراوند، بيشوفوا الكريدت سكور بتاعنا، بناء على الكريدت سكور بتاعنا بيكون بيشوفوا حاجه عندهم ما يسمى بالكريدت كونسلنج او فاينانشال كونسلنج. في مركز اسمه هورايزنز، هورايزنز ده متفق مع جرين ستيت انه يجيبوا لنا الناس، احنا بنعلمهم داخلهم كلاس بتاع انه كيف الواحد يتعلم الفاينانسز والقروش، وكيف انا اتصرف في قروشي عشان ما اضيع قروشي وما اضيع دخلي والقروش اللي بتجي من الحكومه والاعانات. زياده على كده بيقوم بدونا ابروفد للون. اف وي ار ابروفد فور ذا لون بتقوم الماكسيموم، في ماكسيموم انكم انه دخلي لازم يكون اقل من 61000 لو شخص واحد، او 69000 لو اثنين، او 78000 لو ثلاثه اشخاص. في شروط هناخد بعض الشروط عشان الناس تقدر تراجعها مع بعض. كيف بتساعد في الداون بيمنت؟ بتكون في مشاركه وابروفال من هاد، لازم نكون احنا ابروف لانه خلصنا الكورس بتاع هاد. برضه اللي هي الهاوسنج زي قسم متعلق بالمنازل والسكن والى اخره. من الحاجات المطلوبه انه برضه يكون في 250 دولار في قصه الكلوزنج ونهايه شراء البيت. في برضه برامج ثانيه زي السكشن 8 هوم اونر شيب بروجرام لملكيه المنزل، غير اللون غير الداون بيمنت، في برضه ما يسمى بالهوم اونر شيب بروجرام عليه الشروط. مثلا انه الواحد بيشتغل لمده سنه ما لا يقل عن 30 ساعه في الاسبوع، او لو الواحد elderly كبير في السن او disabled معاق يحفى من انه يكون يشتغل 30 ساعه لمده سنه. برضه بيعمل background check يتاكد انه الشخص ما بكون يعني ما امتلك بيت في الثلاث سنين اللي فاتت، وبرضه البيمنتس بتاعته مع اللاندلورد ما يكون مثلا evicted، ما يكون طردوه من البيت والى اخره. فده برضه شخص ممكن يساعدوه في الملكيه باساس انه الفاوتشرز او القروش حقت السكشن 8 ممكن تمشي اتجاه شراء المنزل. وربنا يوفق ان شاء الله، ويا ريت لو نتصل بالناس المهتمين بالموضوع ده، دي الارقام بتاعتهم، وبرضه الناس في الجروب الحريصين في الموضوع ده يا ريت لو يشاركوا ارائهم عشان نساعد بعض خلال سنه كل الناس اللي في سكشن 8 تكون مالك البيوت. وربنا يوفق الجميع.